The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي الأعزاء. أهلا وسهلا في النهاردة التدريب الفني اللي احنا هنعمله. بنتكلم عن موضوع الأونلاين شوبينج وإزاي موضوع الكاش باك وبنقدر نستفيد إزاي من الموقع. بإذن الله هنبدأ بعد 10 دقايق، فاللي عنده حد من أعضاء فريقه من المتسوقين اللي معاه سواء فري أو في آي بي، النهاردة التدريب يا جماعة لكل الناس، كل الناس اللي انضمت لدوبلي ايا كان طريقه انضمامه، متسوق او مسوق، التدريب ده هيكون مهم جدا بالنسبه له. اوكي، الاول كده ممكن نشيك على الصوت، ممكن نبعت رقم واحد، نبعت رقم واحد عشان اتاكد ان الصوت واصل عند حضراتكم كويس باذن الله. بعد اذنكم. اوكي، ما شاء الله، مؤمن دايما في الطليعه، منور يا باشا. اوكي، نتاكد من رقم واحد بعد اذنكم، نبعت رقم واحد اتاكد ان الصوت واصل عند حضراتكم. تمام، جميل جميل، اهلا وسهلا استاذ هاني، اهلا يا ملك، استاذه ليلى، اهلا كريم، اهلا وسهلا بكل الناس. اهلا، تمام، يشرفنا، يشرفونا كل الناس اللي من مصر ومن الامارات ومن كل حاجه. اهلا وسهلا اخت زينب، اي حد معانا النهارده احنا تحت امر الجميع. اوكي، على بركه الله، جميل جدا. فقدامنا ان شاء الله يا جماعه 10 دقائق ونبدا المحاضره. اهلا اهلا وسهلا يا رشا، اهلا وسهلا، ونبدا باذن الله. فاللي عنده حد من متسوقينه، من العملاء اللي معاه، من اعضاء الفريق، كل الناس، يا ريت الناس كلها تقدر النهارده تنضم عشان تستفيد من التدريب ده، اللي هو احنا بنتكلم ان ده اساس الشغل بتاعنا، وده اساس الفكرة الجميلة بتاعتنا، ان احنا ازاي بنقدر نوفر من مشترياتنا. ده النهاردة بنتكلم في الكور بيزنس، في اساس البيزنس بتاعنا باذن الله. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. طيب، اهلا وسهلا استاذه ياسمينه من اكبر جروب في مصر،
جروب كريزي كريزي. اهلا وسهلا بيكم، اهلا وسهلا بكل الناس اللي موجودين معانا النهارده. طيب الناس اللي دخلت معانا النهاردة، أهلا فاتن. فاتن بعتالي بتقول ما فيش صوت. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا أستاذة ياسمينة، أهلا وسهلا فاتن. أنت سامعاني فاتن؟ أهلا أستاذة هبة. أستاذة أماني، أستاذة أسماء، ما شاء الله ما شاء الله. أهلا وسهلا بكل الناس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخت هبة. ما شاء الله أخت هبة كنت معانا امبارح ومعانا النهاردة. تمام، جميل جدا، جميل. اهلا وسهلا اخت هبه الله. ونعم بالله، باذن الله ان شاء الله نتمنى ان تكون سلسله المحاضرات اللي بنعملها والتدريبات فايده كبيره لكل الناس اللي موجودين معانا، عشان نكون فاهمين كويس ونفهم صح احنا بنتكلم عن ايه، وايه هو الاساس بتاع الشغل بتاعنا، وايه هي الخدمة اللي احنا بنقدمها للناس. احنا بندخل مشروع عشان بيبقى فيه قيمة احنا بنعملها، بيبقى فيه زي ما بنقول adding value، ان احنا بنضيف قيمة، بنضيف حاجة، بنساعد الناس في الشغل معاها. اوكي، فاحنا النهاردة هنتكلم عن ايه هو اساس البيزنس بتاعنا اللي احنا بنعمله في حياتنا الطبيعية كل يوم كل يوم، وهنتعلم يعني ايه موضوع الكاش باك، يعني ايه موضوع انا بشتري اونلاين. طبعا احنا كل الناس قاعدة في البيت تمام، وده النهاردة اللي بيثبت الفكرة الكبيرة بتاعت الشركة عندنا اللي هي كانت بتبص عليها من زمان، اللي هو صناعة التجارة الالكترونية والاونلاين شوبينج، هو اللي بيكبر وبيصعد وينمو كل يوم. واهو والحاجة الوحيدة يا جماعة اللي عمرها ما هتقف، اوكي، احنا بندردش كده لغايه لما بقيه الناس تدخل، اوكي، الحاجه الوحيده اللي عمرها ما هتقف ابدا 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 اللي هي ايه؟ اللي هي الشوبينج، التسوق. انتوا شايفين في الاوقات العاديه بنتسوق، بنجيب حاجتنا، صح؟ النهارده في ازمه، ازمه عالميه، ازمه كبيره، الناس بتتسوق اكتر، لان في بعض الناس بقى عندها هلع وفزع ان ما تلاقيش حاجاتها، فالناس بتتسوق اكتر. ففي الاوقات الجميله الناس بتتسوق، في الاوقات السيئه وفي الازمات الناس بتتسوق. حتى في مقوله بنقول كمان، ده الانسان بعد عمر طويل ليكم جميعا، الانسان لما بيموت بنشتري له كفن. يعني حتى في كل الاحوال التسوق هو اللي ماشي. فدي الحاجه الوحيده اللي عمرها ما هتقف، ودي الحاجة الوحيدة اللي مكملة على طول، لأن التسوق معناه إن أنا بشتري حاجات بتاعتي اللي أنا عايزها. مش لازم معنى التسوق إن أنا رايح أشتري فيلا أو عربية أو موبايل. التسوق معناه أي حاجة طلعت بيها محفظتي من جيبي ودفعت فيها فلوس. الناس دلوقتي كلها متجهة للتسوق الأونلاين الإلكتروني. شرحنا امبارح في المحاضرة ليه الناس بتتوجه للتسوق اونلاين؟ لانه ارخص، لانه اسهل، لانه وفرت فيه وقت، وفرت فيه مجهود، الحاجه جات لي لغايه باب بيتي،
تخيلوا من ضمن البوستات اللي انا عمالين نقراها طبعا على الفيسبوك دلوقتي الايام دي على طول، بيقول لك ان انت النهارده مطلوب منك انك تحارب موضوع الكورونا بالانتخه في البيت. في اجدع من كده محاربه؟ اوكي، ان انا مطلوب مني اقعد في البيت، ده السلاح بتاعي في الحرب. فايه رايك ان انا قاعد ما انتخ؟ طب ما انا عايز اجيب الحاجه بتاعتي والحاجه بتجي لي لغايه عندي. فالاونلاين صحيح انه بيخلي الناس تبقى كسلانه، بس في ظل الظروف زي كده لا، هي مش الناس كسلانه، هي مشاغل الحياه كتيره جدا والوقت فعلا ما بنحسش بيه، الوقت بيكبر والوقت بينتهي في ولا حاجه. فالنهارده لما نيجي نتكلم على ان التجاره الالكترونيه والتسوق الالكتروني هو عصب الحياه وهو ايقاع العصر، هو ده فعلا موجود، لان احنا ما اخترعناش حاجه جديده، ده اللي بيحصل واقعيا قبل موضوع كورونا وفي خلال موضوع كورونا وما بعد موضوع كورونا. والعالم ما قبل كورونا هيختلف، هيكون مختلف تماما عن العالم ما بعد كورونا. تمام، ثانية واحدة خليكم معايا كده عشان بس معايا اتصال من المصنع، قدامنا 5 دقايق كده. لا خلاص، ثانية واحدة رد كده عقبال ما بقية الناس تدخل بإذن الله. معلش يا جماعة، والله يا مؤمن ده وقت المصنع. ما انتوا عارفين احنا اندر كول على طول، وخصوصا في ظل الظروف دي. طيب ان شاء الله دقيقتين كمان، دقيقتين يا جماعة ونبدأ. انا بحب جدا الناس اللي بتحترم وقتها وبتحترم مواعيدها ودخل قبل الميعاد، فاحنا باحتراما لكل الناس بنبدأ في الميعاد على طول بإذن الله. تمام، النهاردة قبل ما نبدأ المحاضرة بتاعتنا هنكون عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنشرح ايه هو اساس البيزنس وازاي نقدر نستفيد من الموقع بتاعنا، ويعني ايه الموضوع بتاعنا وموضوع الاونلاين شوبينج وموضوع الكاش باك، وايه هي الاشتراطات عشان اخد كاش باك سليم، وبينزل لي الكاش باك امتى، واقدر بحوله ازاي. كل الحاجات دي كلها هنحاول نغطيها النهاردة، وهيكون لينا اسبوعيا محاضرة تدريبين او ثلاثة بإن شاء الله بنتكلم وبنغطي الحاجات دي كلها. وهيكون عندنا لقاء أسبوعي بإذن الله، هيكون كل يوم سبت، هيكون أسئلة وأجوبة بس أنتوا بتسألوا، وإن شاء الله نجاوب لكم على كل استفساراتكم وحاجاتكم في أي مجال في داخل البيزنس بتاعنا إن شاء الله. تمام، دقيقة يا جماعة، إحنا الساعة 10 دلوقتي بتوقيت الإمارات، دقيقة ونبدأ نتوكل على الله. اللي عنده بس آخر حد عايز يتكلم مع فريقه أو أي حد يشرفونا عشان ايه هنبدأ على طول بإذن الله. بإذن الله المحاضرة إن شاء الله جماعة بتكون إن شاء الله هتكون مسجلة. بعد نهاية المحاضرة هبعت لكم لينك اليوتيوب، القناة اللي بنزل عليها المحاضرات بتاعتي والتدريبات، عشان تبقوا اللي حابب إنه يشوف التدريب تاني ويذاكره تاني أو كده يعرف الحاجات دي كلها. ففي النهاية هبعته لكم بإذن الله.
طيب نبدأ على بركة الله، نظبط بس الدنيا كده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اخواني اخواتي الاعزاء، معاكم اخوكم محمد كمال من دولة الامارات العربية المتحدة. النهارده هنتكلم على التدريب الفني لشركة دوبلي، وايه هو موضوع اللي بتعتمد عليه شركة دوبلي، وموضوع اللي هو كل الناس بيهمها اللي هو موضوع الكاش باك، وده الاساس اللي احنا دخلنا عشانه شركة دوبلي. يعني ايه موضوع كاش باك، ويعني ايه موضوع توفير من مشترياتنا باذن الله. اوكي، الاول ان احنا نتكلم، سواء احنا النهاردة اعضاء متسوقين او مسوقين في شركة دوبلي، ده الموقع اللي احنا بنعتمد عليه اللي هو ايه، دوبلي.com. ايه هو دوبلي.com؟ دوبلي.com هو اكبر شوبينج مول الكتروني في العالم، بيعتمد على خاصية الكاش باك. يعني ايه كاش باك؟ يعني بروح بشتري حاجة، زي مثلا هشتري حاجة بمية درهم، بدفع المية درهم يرجع لي منها 10 درهم 20 درهم. عندي في الاكاونت او تبع المول الالكتروني بتاع دوبلي، عندي كاش باك بيوصل لنسبة 6 لغاية 30%. شايفين قدامنا الشاشة اهو، up to 30% كاش باك لغاية 30%. طيب النهاردة أنا هعمل حاجة كويسة عشان نسهل علينا. ده الموقع قدامنا شايفينه بالإنجليزي. طيب هل هو الموقع ما فيهوش عربي؟ الموقع يا جماعة، وده من المميزات القوية، ب11 لغة وشغال في جميع أنحاء العالم. إزاي؟ أدي الموقع، بخش على دوبلي.com، بنزل تحت كده الصفحة، بلاقي إيه؟ هنا الكونتري وهنا اللانجوج، البلد واللغة. شايفين البلد؟ بفتح كل بلاد العالم. معنى كده ان كل بلد ليها الشوبينج مول بتاعها. ايوه، كل بلد ليها المحلات بتاعتها والمول بتاعها. في محلات ومواقع مشتركة ما بين كل بلاد العالم، في مواقع موجودة في بلاد معينة لان هي بتبقى مواقع محلية. جميل. طيب ايه اللغات اللي موجودة؟ نبص كده اللغات، شايفين 11 لغة، دنماركي، ألماني، إنجليزي، أسباني، فرنساوي، إيطالي، ياباني، كوري، برتغالي، روسي، عربي. حلو، أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 لغة. جميل جميل. إحنا النهاردة نهتم أكتر طبعا باللغة العربية، فهروح دايس على اللغة العربية. أوكي، هيتحول الموقع كله، شايفين اتقلب باللغة العربية. يبقى انا النهارده الناس اللي بتيجي تقول اوكي ان انا ما بعرفش انجليزي، لا، ما عندكش حجه. الموقع باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه وبكل حاجه موجود. اللي عايز عربي موجود، اللي عايز انجليزي موجود، اللي عايز كل حاجه موجود. تمام. فده اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، ان الموقع موجود ب 11 لغه. حلو. أنا النهاردة قبل ما أدخل أنضم على الموقع، شايف عندي نسب قدامي، نسب كاش باك، واو، 2% 4% 6%. ده إيه الحاجات دي؟ ده الكاش باك اللي بيرجع لي. يعني إيه كاش باك؟ يعني مثلا هروح أشتري حاجة من موقع H&M، بيقول لي باخد لغاية 4% كاش باك، يعني 4% من عملية الشراء. يعني أنا لو اشتريت حاجة ب 100 درهم يرجع لي كاش باك كام؟ 4 درهم.
حلو، ما هو ده ال 4%. طيب معنى كده ان دوبلي هنا دي البوابة ان انا بشتري ايه؟ انا ما بشتريش حاجة من دوبلي يا جماعة، وده اللي احنا لازم نفهمه. انا بشتري من المحلات اللي موجودة جوه المول اللي اسمه دوبلي، زي المول اللي عندنا في دبي اسمه دبي مول، زي ياس مول، زي في مصر سيتي سنتر، سيتي ستارز، مول العرب، جرين بلازا، الحاجات دي كلها. ده مول كبير اسم المول دوبلي، جواه ايه؟ جواه براندات، جواه محلات، وده اللي احنا النهارده اديته لنا دوبلي، ان عندي براندات وعندي محلات بشتري منها، والمحلات دي هي المحلات اللي انا طول عمري بعرفها وبشتري منها حاجاتي الاعتياديه اليوميه. جميل؟ جميل جدا. طيب ازاي انا باخد الكاش باك، وازاي بشتري اصلا، ويعني ايه كاش باك، ويعني ايه الحاجات دي كلها، ويعني ايه انضم مجانا؟ هو انا ممكن انضم مجانا؟ احنا النهارده كلنا في دوبلي اللي احنا موجودين حاليا يا اما متسوقين مجانا، يا اما متسوقين في اي بي، يا اما وكلاء او مسوقين. خلي بالكم من نقطه، ان كل مسوق متسوق وليس كل متسوق مسوق. بمعنى احنا النهارده في ناس مننا مسوقين اللي هم داخلين مشروع دوبلي عشان يبقوا عندهم، عشان يبقوا عندهم دخل اضافي، وان هم يستفيدوا من موضوع توفير الناس اللي حواليهم. ده حاجة جميلة جدا، اوكي. وفي ناس داخلة ان هي تستفيد من خدمة الكاش باك، واحنا كلنا بنقول للناس احنا الوضع كله مناسب للجميع، المتسوق والمسوق. جميل جدا. طيب النهاردة خلونا لما ادخل على موقع دوبلي دوت كوم، انا ليا حساب، هشوف النهاردة شايفين انتوا عندي ايه؟ في عندي ارقام كلها بالاحمر. طب انا عشان متسوق، انا هتكلم دلوقتي كمتسوق، ماليش دعوة بالمسوق ولا ان واحد بيعمل بيزنس ولا حاجة، انا بتكلم اساس البيزنس التوفير. هعمل تسجيل دخولي، حلو، بروح حط ايه الايميل بتاعي والباسورد. انا ايميلي متسجل محمد كمال، ادي محمد كمال، سجل دخولك، حلو. طبعا لان انا مسجل في دولة الامارات، الموقع تلقائيا فتح بالانجليزي، اوكي. طيب هل اقدر احوله بالعربي؟ اه طبعا، بس خليني اوريكم حاجة حلوة، اوكي، ان انا الموقع في الامارات لاني اختار اللغة الانجليزي. طيب لو بصوا، لو انا اخترت ان انا عايز اروح مصر، ايجيبت، انتوا الاول بصوا كده على المحلات اللي في الامارات، يو باي، ايسوس، جمالون، اوناسيس، شرف دي جي، الحاجات دي كلها، اوكي. انا اخترت ايه هنا؟ اخترت اكوادور، شايفين؟ سبحان الله، يعني انا دوست على حاجة، دوست على الاكوادور بدل ما دوس على ايجيبت، قلب لي اللغة بتاعت الاكوادور اللي هي اللغة الاسبانية، وطلع لي المول الاكوادوري، دي المحلات اللي الناس في اكوادور بيشتروا منها. طب نروح المول المصري نشوف ايجيبت، ادي المول المصري، هيطلع لي ايه في المول المصري؟ قلب لي الموقع عربي، وطلع لي المواقع اللي الناس بتستخدمها في مصر، اللي هم ابرزهم واكبرهم سوق وجوميا، اللي احنا كلنا بنشتري منهم حاجتنا العادية يوميا دلوقتي، صح كده؟ جميل جدا، ادي سوق وجوميا. طيب انا دلوقتي دخلت لقيت عندي الارقام زادت، بقى في الارقام اللي بالرقم الاحمر، وزاد عليها حاجة اسمها VIP 2%، 2%، 2%، وهنا نورت عندي حاجة اسمها مكافآت الـ VIP. جميل؟ جميل. ايه بقى الارقام اللي بالاحمر، وايه ارقام الـ VIP، ويعني ايه كاش باك؟ خليني كده ناخد مثال، كل معظم الناس اللي موجودة يمكن موجودة في مصر، اوكي؟ فالنهاردة هنروح مثلا كأني رايح أعمل عملية شراء على موقع سوق، سوق كده كده كل الناس بتشتري منه، ايه الفرق ان انا اروح على جوجل واخش من جوجل على سوق، او ان انا اروح على دوبلي واخش من دوبلي على سوق؟ الفرق ان انا لو رحت من جوجل مباشرة على سوق وهشتري موبايل ب 10,000 جنيه،
هدفع تمن الموبايل وخلصنا على كده. طب لو انا رحت على دوبلي ودوبلي وداني على سوق ودفعت الموبايل اللي ب 10,000 جنيه، هيرجع لي منه ممكن 400 جنيه 500 جنيه. ليه؟ لان انا دخلت الاول على دوبلي. فكده دوبلي بتضمن لي ان ما دام دخلت على دوبلي وبعد كده هروح على سوق هاخد كاش باك. ازاي؟ نبص كده في العملية اللي بتحصل. انا دخلت على دوبلي وهروح من دوبلي على سوق، هيتفتح لي ايه؟ ادي سوق، اذهب الى المتجر. شايفين تفاصيل الاستردادات النقدية؟ خلي بالكم بقى من كل حاجة كده انا هنا هقولها عشان نشوف ازاي الكاش باك بيرجع وايه الحاجات اللي لازم اعرفها قبل ما اخش على الموقع اشتري منه. اوكي، رقم واحد، كل حاجة قدامي اهو ليها نسبة معينة. يعني مكتوب على الكلوثينج كلوثينج في 9.8، اي جي يعني ايجيبت، زائد 2% في اي بي. حلو، ايه الفرق ما بين 9.8 وكمان 2%؟ انا عندي بقول في دوبلي ان الشخص ممكن ينضم مجانا. طب انا لو انضميت النهارده متسوق مجانا، ما اشتريتش عضويه في اي بي اللي احنا اتكلمنا امبارح عن مميزاتها، وهنقول بعض مميزاتها دلوقتي، وهي الناس ليه بتنضم كفي اي بي. انا النهارده دخلت متسوق مجانا، ما دفعتش اي حاجه، مجانا مدى عضويه مدى الحياه، هاخد لو انا اشتريت هدوم من سوق دوت كوم هاخد 9.8%، 9.84% كاش باك. يعني لو رحت اشتريت سويتر ب 100 جنيه هيرجع لي 9 جنيه و84 قرش. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طب انا لو النهارده انضميت كشخص في اي بي عشان اوفر اكتر، ورحت اشتريت السويتر اللي ب 100 جنيه من سوق، بس انا دخلت بالاكاونت الفي اي بي، هاخد كام؟ هاخد 9.8 زائد كمان 2 جنيه اللي هو 2%، فاخدت 11.8، 11 جنيه و84 قرش. عشان ايه؟ عشان انا دخلت في اي بي، فالفي اي بي ادتني ما يقرب من 20% كاش باك زيادة من الكاش باك بتاع الفري. اداني من قيمة الاوردر 2% زيادة. الحاجة اللي بمية جنيه يرجع لي منها 2 جنيه. طب الحاجة اللي بألف جنيه يرجع لي منها 20 جنيه. طب الحاجة اللي بعشرة آلاف جنيه يرجع لي منها 200 جنيه. ده جزء الفي اي بي بالاضافة لجزء الفري اللي هو 9.8. يعني انا كمتسوق عندي 2 اختيارين، متسوق مجانا بياخد الارقام اللي بالازرق قدامنا دي كلها، متسوق في اي بي بياخد الرقم اللي بالازرق زائد الرقم اللي بالاورنج، يبقى مجموع الاثنين. جميل، يبقى ده اللي احنا النهارده اتكلمنا عليه، اللي هو موضوع يعني ايه متسوق مجانا بياخد ايه ومتسوق في اي بي بياخد ايه. طيب الموبايل لو ب 10,000 جنيه، اوكي، مؤمن بيقول لو الموبايل ب 10,000 جنيه هياخد خصم 1000 جنيه. في نقطة لازم نفهمها يا جماعة، اوكي، أنا باخد كاش باك مش باخد خصم، وده اللي احنا لازم نفهمه كويس كويس يا مؤمن إنك طرحت النقطة دي. في فرق ما بين كاش باك وفي فرق ما بين خصم. يعني إيه؟ الخصم أنا ممكن بلاقيه على الموقع، الموقع مديني ديسكاونت. لكن الكاش باك، بصوا كده عشان تفهموا القصة معانا ازاي. انا هدخل على سوق، اوكي، خلي بقى لو جينا النهاردة بنتكلم على الموبايلات، يعني هنشوف مؤمن دلوقتي هو بيتكلم على الموبايلات. فين الموبايلات؟ هنا الملابس 9.8، فوت وير، سوبر ماركت، بقالة، بشتري اغراض البيت يا جماعة، البقالة، جروسري، خزين البيت، شاي، سكر، زيت، مكرونة، سمنة، باخد لو انا متسوق مجانا باخد 3.4%، لو انا متسوق في اي بي هاخد 5.4%. يعني لو اشتريت بقاله ب 1000 جنيه رجع لي 500 بتاع ده، رجع لي حوالي 50 جنيه 5% او 52 جنيه ونص. اوكي، طب نشوف الموبايلات. في هنا موبايلات، في هنا موبايلات، نروح للصفحه اللي بعديها. هنا جايب لي كل حاجه بصراحه، مفصصين لنا كل حاجه. اوكي، الموبايلات، طيب
الصفحة اللي بعدها برفيومز جاردنز ما اعرفش ايه سبورتس اند فيتنس بارفانات الصفحة اللي بعدها، لان في حاجات تبع السعودية كمان، في حاجات اي جي يعني ايجيبت وفي حاجات كي اس اي. طيب نروح للاخر اخر اخر اخر، هي الموبايلات تقريبا في الاخر. الكترونيكس اوكي موبايل، شايفين بقى الموبايل ايه؟ دايما الموبايلات يمكن تبقى اقل نسبه كاش باك. الموبايلات انا لو شخص متسوق مجانا هاخد 1.3%، لو انا في اي بي هاخد 3.3%. يعني الموبايل ابو 10000 جنيه هيرجع لي كاش باك 330 جنيه لو انا شخص في اي بي مش هاخد خصم. ازاي؟ انا دلوقتي عرفت ان انا هيرجع لي كاش باك 330 جنيه. طب انا لو رحت اذهب الى المتجر، بصوا كده ايه اللي هيحصل دلوقتي، اتفتحت لي ويندو جديده، صفحه جديده. ايه الصفحه الجديده دي؟ دي صفحه سوق دوت كوم. مهم الدوبلي هنا خلصت يا جماعه، وردتني على دوبلي، ادي دوبلي السعوديه، ادي هنا السعوديه، لا انا عايز دوبلي مصر، ادي ايجيبت، بروح على ايجيبت، بعمل سيف اند كونتينيو، وداني على سوق مصر. خلاص انا ما دام دخلت من دوبلي، دوبلي وداني على سوق، بشتري الحاجه من سوق، الخصم اللي على سوق باخده. لو النهارده مثلا ادي سوق مثلا عامل عروض، عامل ديسكاونت، عامل تخفيضات 50% 20% 30%، باخد الخصم. يعني شايفين باور بانك لغايه 65%، تابلس لغايه 18%، اوكي هيدسيت 60%، اي خصم موجود على الموقع طالع من الموقع باخده. زي مثلا لو نروح نشوف الهيدسيت، احنا النهارده هنتعلم ازاي. شايفين هو مكتوب هنا 40% اللي هو سوني وايرلس، خلينا نروح على الايبود الوايرلس. اوكي خلينا الحاجه الايبود دي ب 499، دي كان عليها كان 532، اوكي بقت 500 ب 499. خلينا ناخد النسبه دي او سوني وايرلس، او نشوف في اي حاجه عليها نسبه من من الايربودز دي 17%. هوكو انا هي ب 840، انا خدتها ب 690، جميل، خدت الخصم بتاع الموقع. طب بعد ما بشتريها ب 690 بيرجع لي الكاش باك اللي هو على الاكسسوارز، على الاكسسوارات اللي هو كام؟ لو احنا رحنا هنا الاكسسوارز موبايل تابلت اكسسوارز، لو انا في اي بي هيرجع لي 3.3%. يعني انا اشتريت الحاجه ب 690، طب نحسب الكاش باك اللي هيرجع لي انا كشخص في اي بي، ادي الكالكوليتر 690 في 3.3%، 22 جنيه. طب انا كده كده رايح اشتريها صح؟ هشتريها ب 690 جنيه السعر المخفض، وكمان رجع لي 22 جنيه. يعني هي وقفت عليا بكام؟ وقفت عليا بحوالي 670 او 686 668 جنيه. عشان ايه؟ عشان بس دخلت على دوبلي. ده انا عشان شخص في اي بي، لو انا شخص فري هاخد النسبه القليله، نسبه الاكسسوارات والموبايلات هي اقل نسبه. انتوا شفتوا في البقاله باخد 3.4% لو انا شخص فري. فقبل ما بشتري الحاجه يا جماعه لازم اقرا نسبه الكاش باك اللي هترجع لي. حلو. وفي حاجه تانية مهمه جدا لازم اقراها، الاستثناءات. نخلي بالنا من موضوع الاستثناءات ده كويس جدا. الاستثناءات ده مين اللي حاطط الشروط دي؟ الموقع هو اللي حاطط، سوق دوت كوم هو اللي حاطط دي، مش من دوبلي. فعشان اتاكد قبل ما اعمل عمليه شراء لازم اقرا الاستثناءات عشان اشوف موضوع الكاش باك بتاعي يستحق، او الحاجات اللي انا هشتريها تستحق الكاش باك ولا لا. تمام، نقرا كده الاستثناءات واحده واحده وعشان نفهم، عشان دي اخطاء شائعه الناس كتيره جدا بتقع فيها. انا كده كده قدامكم، انا رحت من دوبلي رحت على سوق،
ليا الاكونت بتاعي على سوق بفتحه. لو الاكونت مثلا انا عضو مميز وسوق بيديني ديسكاونتات اكتر او بيديني بونص هاخدها، هاخد كل حاجة من سوق. المبلغ النهائي اللي هدفعه بعد التخفيضات وبعد كل حاجة هو اللي هيرجع لي عليه الكاش باك. وانتوا شفتوا ادي رحت من دبي على سوق، يعني انا ما بشتريش حاجة من سوق، انا رايح عشان اوفر واخد كاش باك عشان كده دخلت من دبي. حلو. طيب قبل ما نعمل عملية الشراء نقرا الاستثناءات كويس. اول حاجة بيقول ايه هنا، انا باخد مثال، يعني النهاردة هناخد مثال على سوق، وما يسري على سوق بيسري على كل المحلات التانية في موضوع الاستثناءات. في محلات ما بتكونش حاطة استثناءات، في محلات بتكون حاطة شرط، في محلات بتكون حاطة 3-4 شروط. فاحنا النهاردة هنتعلم نقرأ قبل ما نشتري. لازم ان احنا we have to learn to start to earn، ان احنا لازم نتعلم عشان نكسب وعشان نوفر. cash back will be only awarded to customers في السعودية أريبيا وإيجيبت. يعني معنى كده ان الكاش باك هيرجع للعملاء اللي موجودين في مصر وفي السعودية، وهم فعلا هي دي البلاد اللي حاليا هي فيها سوق. احنا هنا في الامارات اتغير شهر 5/1/2019 سوق بقى امازون في الامارات، لكن ما زال سوق في مصر وفي السعودية. فبس العملاء مصر سوق اللي هم في مصر والسعودية هم اللي يستحقوا كاش باك. حلو. starting on Sunday 7 April 2019، بداية من يوم 7 إبريل 2019، we will stop accepting missing purchase requests for this store. Any untrackable sales claim submitted through dubli.com or via customer support will be rejected. يعني ايه الكلام ده؟ دوبلي عاملة خاصية عشان حفاظا للحقوق بتاعت كل العملاء، والخاصية دي مع الاتفاق مع المحلات، المحلات دي لازم توافق على الخاصية دي. ايه الخاصية دي؟ الخاصية دي انك انت اذا عملت عملية شراء، اوكي؟ اذا عملت عملية شراء من موقع وعملية الشراء دي الكاش باك ما ظهرش، دوبلي عاملة حاجة اسمها missing purchase form. يعني ايه missing purchase form؟ بصوا معايا كده بلاقيها فين ومعناها ايه. بخش على لوحة التحكم، بخش على نظرة عامة عن الاستردادات النقدية، اوكي؟ ودي طبعا صفحة تهمنا كلنا لان دي اللي بيبان فيها الكاش باك بتاعنا، وحنشرح الكاش باك بتاعنا. شايفين ده حساب الشخصي اللي انتوا شايفينه، استردادات نقدية متوفرة $291، استردادات نقدية سنوية VIP $42، استردادات نقدية معلقة $116، استردادات نقدية VIP $167، ارباح حتى الان $866. يعني ايه الارباح حتى الان؟ دي مجموع الكاش باك اللي رجع لي في سنتين لحد دلوقتي، اوكي؟ يعني لو قلنا قرب 900 او 860، يعني بتكلم على $430 في السنه، بالدرهم حوالي 1500، اوكي 500 بالمصري بتكلم في حدود 1500 درهم نضرب في 4.5 او كده او قرب 5، حوالي 7000 جنيه في السنة، يعني 500 جنيه 600 جنيه شهريا. ده كل واحد ويتوقف على مشترياته، بس كده كده الفلوس دي كانت رايحة مني، وانا عشان دخلت من خلال موقع دوبلي خدت كاش باك. ده غير التوفير. يعني ايه؟ يعني كده كده لان انا بشتري اونلاين فهو ارخص من الاوفلاين. حلو؟ حلو الكلام. وكده كده رجع لي كاش باك. هنشرح كل التفاصيل دي، يعني ايه الاسترددات وباخدها ازاي، بس خليني اقرا لكم حاجه. شايفين ده كشف الحساب بتاعي، استرددات نقديه معلقه، اطلانتس زبالم، فندق اطلانتس يوم 19/3 عملت عمليه شراء، موقع باثن بادي ووركس، موقع شرف دي جي جروب. شايفين انا يوميا 19/3 19/3 18/3 17/3 14/3، ده حسابي انا الشخصي يا جماعه، مشترياتي بتاعت البيت، جروبون 4/3/3/3/2/3/1/3، جروبون شرف دي جي، جروبون شرف دي جي، جروبون فيرجن ميجا ستور. شايفين كل تقريبا 3-4 ايام بشتري حاجة. ليه؟ لان انا حياتي كلها برمجتها ان انا اعيش دوبلي لايف ستايل. طبعا شارين جروبون 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 ده هو ايه؟ على فكرة جروبون ده موقع هنا في الامارات، الناس اللي في الامارات تعرفه، موقع رهيب جدا، بيجيب لي ديسكاونتات تخفيضات في محلات كتيرة ومطاعم وكل حاجة،
بأرخص من سعر المطعم بشتري بيتزا، بشتري شاورما، اوكي، بشتري بروح كوفي شوب باخد قهوه وباخد سندوتشات. لو حاجه على الموقع مثلا في المطعم ب 50 درهم انا باخدها بحوالي 30 درهم، بشتري فاوتشر ب 30 درهم والفاوتشر ده يرجع لي منه كاش باك، وهوريكم الامثله دي. بس انتوا لاحظوا، شايفين ادي حاجات كلها معلقه معلقه، وبعد كده رجعنا مكتمل مكتمل، كاش باك مكتمل، كاش باك مكتمل، مكافاه مكافاه، كل الحاجات دي. حلو. طب من علي اكسبريس بشتري حاجات من علي اكسبريس قبل كورونا وهنرجع نشتري ما بعد كورونا، جملون ده موقع بيبيع كتب، حاجاتي كلها اللي بشتريها. على فكره يا جماعه، شرف دي جي، انتوا شايفين شرف دي جي كتير، شرف دي جي اونلاين عنده سوبر ماركت. انا شرف دي جي الناس كلها تعرف ان هو بتاع الكترونيات، لكن شرف دي جي اونلاين عنده سوبر ماركت، بشتري منه البرفان، بشتري منه البرسيل، بشتري منه الكومفورت، بشتري منه شاور جيل، بشتري منه البادي سبراي، ده اونلاين. لكن اوفلاين تروح على شرف دي جي في المول تلاقي بس عنده الكترونيات، وده يثبت ان المحلات حتى بدات تطور نفسها وبدات انها تخش في مجال تتوسع في الاونلاين ستور بتاعها، لان الناس كلها بتستسهل انها تشتري اونلاين. طيب نيجي بقى هنا، شايفين هل فقدت احدى العمليات الشرائيه؟ تمام. هنا بيقول لك ايه، تستغرق المتاجر مده تتراوح من 30 ل 90 يوم لدفع العمولات، هنشرحها. بس خلينا نشوف موضوع الميسنج بارشيس ده ايه. مكتوب في حال عدم ظهور عمليتك الشرائيه كعمليه معلقه في حسابك الخاص خلال 14 يوم يرجى ارسال نموذج المشتريات المفقوده ادنى. حلو. دلوقتي لو انا النهارده رحت اشتريت مثلا من موقع سوق دوت كوم والعمليه ما بنتش عندي معلقه، زي ما انتم شايفين كده انا عندي العمليات باينه معلقه اهو، حاجات اشتريتها امبارح او اول امبارح اللي هو يوم 19، يوم 19 باينه معلقه. طيب الموقع بيقول في خلال 14 يوم لو العمليه ما ظهرتش معلقه بنبعت طلب لدوبلي نقول له العمليه ما ظهرتش. حلو. الطلب ده بكتب، بيكون فيه ادي الاسم والدوله، بكتب اسم الستور اللي انا اشتريت منه، الفاتوره، الفاتوره اللي هو الايميل اللي جالي لما انا عمليه شراء، بعمل منه سكرين شوت واحطها، تاريخ الطلب، رقم التعريف، رقم الطلب، وقيمه الطلب كام من غير ضرائب ومن غير شحن. يعني انا مثلا اشتريت حاجه من سوق دوت كوم ب 200 جنيه وشحنها 20 جنيه، ما احطش قيمه الطلب 220، لا هم ال 200 بس. حلو. وفي هنا بعض الاسئله اللي خلي بالكم دي من الغلطات الشائعه. اول سؤال، هل سجلت دخولك في دوبلي دوت كوم قبل البدء بالتسوق؟ في ناس يقول لك لا اصلا ما دخلتش دوبلي، ليه؟ انا رحت على سوق على طول. ايوه ليه؟ ما هو سوق عارفني ان انا بدوبلي فالمفروض يرجع لي كاش باك. طيب انت سوق هيعرفك انك دخلت انك في دوبلي ازاي؟ ما هو عندهم ايميلي. لا، سوق الطريقه الوحيده انه يعرفك انك في دوبلي انك تدخل من خلال موقع دوبلي الاول. لكن لو انت دخلت من نفسك بينك وما بين سوق مباشره، ما انت اللي رحت على جوجل وجوجل وداك على سوق. وده اللي احنا بنقوله، ان انا لو رحت على الموقع مباشرة مش هيرجع لي كاش باك. ففي ناس كتيرة جماعة بتفتكر الموضوع ده، ان انا مدام سجلت على دوبلي كمتسوق فري او في اي بي، كل المحلات اللي في دوبلي عرفتني، خلاص انا متسوق في دوبلي، بروح لهم بقول لهم انا في دوبلي او هم عارفيني بيدوني كاش باك. لا يا جماعة، ده ما بيحصلش. لازم الاول اخش على دوبلي ومن دوبلي اروح للموقع، تمام؟ فدي رقم واحد، فلازم اتاكد مليون في الميه اني اكون دخلت على موقع دوبلي. هل قمت باستخدام قسيمه اثناء عمليه الدفع؟ ما معنى القسيمه؟ القسيمه لو احنا رجعنا النهارده على موقع سوق دوت كوم هوريكم في حاجه اسمها كوبونات. اوكي، لو احنا رحنا على سوق، شايفين صفقات وكوبونات، حاليا مفيش. لما يكون الموقع حاطط كوبونات وتخفيضات بيقول لك هنا عندما يضيف هذا المتجر عروضه عبر الانترنت ستتعرف على مزيد من اساليب الادخار. فلو سوق مثلا منزل كوبون انك بتاخد خصم مثلا 10%
ما تدخل الكود اللي هو دوبلي 2020، ساعتها بقول لهم ايوه استخدمت قسيمه. لو مش منزل حاجه بقول لهم لا ما استخدمتش قسيمه. حلو، دي القسائم اللي بتكون الموقع منزلها. جميل جدا. ايه كمان؟ نرجع تاني نظره عامه عن الاستردادات النقديه. حلو، هل استخدمت سيف ميت؟ ايه هو السيف ميت ده يا جماعه؟ السيف ميت ده يا جماعه اكستنشن بينزل على الجوجل كروم. اكستنشن بينزل على الجوجل كروم بيديك خاصيه انك مش لازم انك تخش على حسابك في دوبلي، اوكي؟ انك يعني بصوا كده انا هوريكم حاجه على جوجل كروم. ادي دوبلي، لو انا عملت ساين ان على جوجل كروم لان دي خاصيه بتنزل على الجوجل كروم. حلو، اروح هنا بيقول لك ايه سيف ميت براوزر اكستنشن. ايه سيف ميت براوزر اكستنشن ده؟ ده برنامج اوكي بقدر انزله على الجوجل كروم بيديني خاصيه ان انا هو انستول اكستنشن، ان انا مش لازم ادخل على الحساب بتاعي بتاع دوبلي. بيديني ايكون كده اللي هي فوق هنا علامه الصح دي، بخش على جوجل كروم ومن جوجل كروم اخش بكتب مثلا موبايل هواوي مثلا برو 30، بيطلع لي المواقع بتاع الدوبلي اللي فيها بتدينا كاش باك. فمش ده، ما فيش ده ان اخش على دوبلي الاول. بس الفكره عشان برضو اكون موضح لكم الامور كلها، مش كل المواقع السيف ميت شغال فيها. فانا للامن في مواقع كتيره شغال فيها، ولسه في مواقع بينضاف عليها السيف ميت اوكي عشان يخش تكون مفعل على كل المواقع. فعشان يكون اضمن ان انا اضمن الكاش باك بتاعي، لا انا بخش على الاكونت بتاع دوبلي دوت كوم مباشره اوكي، بخلي السيف ميت لغايه لما يتم كل عمليه السيف ميت انها تتم ربطها بكل المحلات، ساعتها اقدر استخدمه وانا ضامن للتراكنج بتاع الكاش باك بتاعي. حلو جدا. يبقى انا مثلا خلاص لا ما استخدمش السيف ميت، هل استخدمت الهاتف المتحرك؟ خلي بالكم من النقطة دي، مهمة جدا 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 جدا. يعني ايه؟ موقع سوق دوت كوم، لو انت منزل الابليكيشن بتاع سوق على موبايلك ورحت داخل من الموبايل على دوبلي ومن دوبلي رحت على سوق دوت كوم فتحته، اوتوماتيك بيفتح لك الابليكيشن. لو فتح لك الابلكيشن وانت دخلت من الابلكيشن، الكاش باك ضاع منك، لان ما بيحصلش تراكنج للكاش باك من الابلكيشن. وعشان كده دوبلي اصلا حاليا شغاله انها بتعمل ابلكيشن يشتغل مع كل الابلكيشنز بتاعت الموبايلات، وان شاء الله يعني ممكن على بدايه السنه الجايه. لسه ما عندناش مواعيد، بس دوبلي شغال عليه لانه ابلكيشن بيكون شغال مع 16,000 موقع ويعمل تراكنج، ده هيكون حاجه جباره. فالاحسن يا جماعه ان انا ما انزلش الابلكيشنز بتاعه المواقع اللي بستخدمها لان انا داخل على دوبلي عشان اوفر. حلو، او ان انا لما اجي ادخل اعمل عمليه الشراء اخش من دوبلي وجاي يقول لي افتح بالابلكيشن، اقول له لا استخدمه كب ويب، اخش على الموقع مش على الابلكيشن. لو الموقع بيفتح اوتوماتيك الابلكيشن، يبقى الاحسن ان انا اطلع او ان انا مش نزلش الابلكيشن عشان يعمل تراكنج للكاش باك. فمواقع كتيره مجرد ما انت نزلت الابلكيشن بتاعها عندك، مجرد ما انت دخلت على الموقع بيفتح الابلكيشن اوتوماتيك، وده بيؤدي لان الكاش باك ما بينزلش. طيب في ناس بتيجي تقول طب احنا
احنا لسه بقى هنخش وندور، ففي حاجه جميله جدا. طب ما هو ممكن الموقع يقفل علينا، انا لسه بقعد ادور ولسه بملى سله التسوق، الكارد بتاعتي الكارت اهي مليانه لسه فاضيه، انا عايز اعبيها. حلو جدا، هقول لكم على طريقه حلوه عشان تضمن انك تاخد الكاش باك بتاعك على طول، ما يبقاش فيه مشكله. ايه هي؟ ادخل على سوق دوت كوم من بره دبي، افتح الابليكيشن بتاعك بتاع سوق، وخش تسوق وقارن وشوف الاسعار واعمل وعيش حياتك، وعبي الكارت بتاعك، عبي سله التسوق بتاعك، وتخلص وتطمن وكل حاجه تمام. عايز تعمل عمليه الشراء اقفل الموقع، حلو، وخلي الحاجات زي ما هي جوه الكارت جوه عربه التسوق، وخليها واقفل خلاص، هم اتحفظوا. وبعد كده تروح تعمل ريفريش وتخش على دوبلي، ومن دوبلي تروح على سوق وتفتح اكونت سوق كويب مش كابليكيشن. حلو حلو، هتلاقي الكارت بتاعك موجود، خش اعمل عمليه الشراء تممها، مش هتاخد معاك دقيقتين. يبقى انا كده عبيت الكارت بتاعتي، ممكن اعبيه في يوم يومين ثلاثه، حددت الحاجات بتاعتي وخلاص. وقت ما جيت عملت عمليه الشراء، دخلت من دوبلي على سوق على الاكونت بتاعي، طلبت الاوردر، عملت الكارت، ما خدش دقيقه مني، كده ضمنت الكاش باك بتاعي. اوكي، واضحه النقطه دي يا جماعه؟ النقطه دي مهمه جدا، انك لو انت فتحت الابليكيشن وعملت عمليه الشراء من الابليكيشن ما بيرجعش كاش باك، فتفتح الموقع از ويب كموقع، وكون معبي السله بتاعتك، وخش اعمل عمليه الشراء بعد ما تكون عبيت السله بتاعتك، في يوم في يومين في ثلاثه زي ما انت عايز. حلو، طيب يبقى احنا كده هل استخدمت الهاتف المتحرك؟ هتقول ايوه او لا، استخدمته او ما استخدمتوش، ده حاجه ترجع عادي. بس نخلي بالنا من حاجه، اوكي، ان انا لما هروح سوق دلوقتي، في بعض المواقع فيها استثناءات يقول لك ما بيرجعش كاش باك من التسوق من الهاتف، والحمد لله ده مش موجود في سوق، فسوق لا لا سوق ولا جوميا ولا الحاجات اللي احنا بنتعامل معاها. فاحنا دلوقتي الميسنج بارشيس، بعد ما قدمنا الفورمه دي كلها، اوكي، في مواقع بيرد علينا الكاستمر سبورت، بيقول لك استلمنا الطلب وجاري تنفيذه. سوق وجوميا الخاصيه دي عندهم مش متفعله، اوكي، عشان يقول لك اضمن ان انت مش كل واحد ما يخشش على الموقع ولا يستخدم الابليكيشن ولا الحاجات دي كلها، وعندك سوق عنده مكان معين ناس كتيره عشان بس الميسنج بارشيز. فلقى ان طبعا ناس كتيره ما بتستخدمش الموقع بطريقه صحيحه، قال لك لا، الميسنج بارشيز دي احنا النهارده مش هنقبلها، استخدم الموقع بتاعك بطريقه صحيحه عشان تضمن الكاش باك بتاعك. وما شاء الله الناس اللي في مصر دلوقتي عارفه بتستخدمه ازاي، والحمد لله ما فيش اي مشكله في التراكنج بتاع الكاش باك. تمام، نيجي كمان، خلي بالكم من النقط دي، بليز نود سود دوت كوم يونايتد عرب اميريتس، اللي احنا قلنا انه اتحول لامازون، فحاليا ما فيش كاش باك في الامارات لغايه لما يدخل امازون معانا هنا في الامارات. تمام، حلو جدا. بصوا بقى من النقطه المهمه اللي جايه دي، نقطه مهمه جدا جدا، وبتؤدي الى ان في ناس كتيره ما بيرجع لهاش كاش باك، بالك اوردرز and orders made for resale are strictly prohibited. المشتريات بالجملة يا جماعة، العضوية الـ VIP دي عضوية للاستخدام الشخصي، ما ينفعش اشتري منها كميات او حاجات ان انا عايز اشتريها وابيعها، لان في ناس كانت بتتاجر. يعني ايه بتتاجر؟ يعني هو تاجر بيبيع، عنده محل، بيروح يشتري 10 موبايلات وبياخد الكاش باك وبيستفيد بالكاش باك ويرجع يبيع الموبايلات دي تخيل بسعر سوق، فهو كده استفاد بالكاش باك. في ناس جات لي والله، يعني عشان اكون صريح معاكم، كان حصل السنه اللي فاتت كان في سوق وجوميا طبعا عملوا اتعرض او اشتكوا ان في كميه مشتريات خرافيه بالجمله،
وطبعا خلي بالكم من نقطة عشان نكون فاهمين الموضوع. لو انت هتروح مباشرة من جوجل على سوق ان شاء الله تشتري 100 موبايل، ولا سوق هيقول لك حاجة، ده هيرفع لك ويديك تعظيم سلام. ليه؟ لانك هو انت بتدفع له. لكن لما انت بتروح على دوبلي ودوبلي بتوديك على سوق عشان تاخد الكاش باك، خلي بالكم ان كل عملية شراء بتتم من خلال موقع دوبلي على سوق، سوق بيدفع عمولة لدوبلي. العمولة دي اللي احنا بناخد تقريبا 50% منها في صورة الكاش باك بتاعنا. يعني ما تفتكروش مين اللي بيدفع الكاش باك يا جماعة، سوق اللي بيدفع، مش دوبلي. لان سوق دوبلي عامل اتفاقية انه حاطط سوق عشان بيعمل له دعاية، كتر له الناس اللي بتشتري من عنده، جاب له فلو، جاب له ترافيك. فسوق متفق مع دوبلي، او دوبلي قال له انا هحطك عندي في المول وهيجي ناس كتير عندك عشان عايزين كاش باك، بس انت كل عمليه شراء هتديني عليها عموله. سوق قال له اوكي، انا كده كده بدفع في الدعايه والاعلان، فده جزء من الدعايه والاعلان. حلو. فاللي انتوا شايفينه ده مش ده العموله اللي بتاخدها دوبلي. سي مثلا ان هنا 10%، دوبلي مثلا بتاخد، ممكن بتاخد من سوق 16%، بيترجع لك انت 10% كاش باك، و4% بيرجعوا لنا احنا كمسوقين، لان انا بيبقى لي نسبه من الكاش باك اللي بيرجع للمتسوقين، و2% بترجع ارباح لشركه دوبلي. اوكي، وين وين سيتويشن، كل الناس مبسوطه. فلما سوق يدفع على كل اوردر لدوبلي، فهو كده لما يلاقي واحد راح اشترى 10 موبايلات مره واحده، لا انت كده مش استخدام شخصي، ده انت كده بتخرب بيتي، لان انت كده هتدفعني كتير. ولو انت استخدامك الشخصي ما عندناش مانع، لو انت راح تشتري موبايل ولا اتنين اوكي. طب انا احكي لكم قصة، واحد اتواصل معايا السنة اللي فاتت، اوكي، لما ايام حصلت المشكلة دي ومشتريات كتيرة بالجملة، قال لي باشمهندس محمد، انا اشتريت حاجات من سوق وما نزليش كاش باك، اترفض. قلت له اه ليه؟ قال لي اصل انا فرشت 28 شقة من سوق. قلت له يعني ايه فرشت 28 شقة من سوق؟ قال لي عندي عمارة 7 أدوار، كل دور فيه 4 شقق فرشتهم من سوق. قلت له أيوة، إيه اللي فرشته بقى من سوق بالظبط؟ قال لي اشتريت 28 تلفزيون و28 تلاجة و28 غسالة و28 تكييف وما نزليش كاش باك. ممكن حد فيكم يرد وهو مشتري عضوية في أي بي؟ مشتري عضوية في أي بي، اوكي. قلت له وما نزلكش كاش باك؟ قال لي اه. قلت له ولو وقفت على دماغك، انا اسف في الكلمه، مش هينزل لك كاش باك. قال لي ليه؟ قلت له يعني ايه تشتري 28 تلفزيون؟ قلت له الاوردرات دي كنت عملتها مره واحده؟ قال لي اه، التلفزيونات لوحدها، الشاشات، التكييفات لوحدها، الثلاجات لوحدها. قلت له 28 في الاوردر الواحد؟ قال لي اه. تخيلوا ان واحد مشتري عضويه في اي بي ب 50 دولار في السنه وعايز ياخد كاش باك 7 8000 دولار. لو من استخدامك الشخصي ما حدش هيقول لك حاجه، لكن ما تروحش تشتري حاجات بالجمله وتتاجر فيها او تفرش بيها عماره بتسكنها بتعمل بيزنس عشان، وكمان يعني تخرب بيت الشركه. فعشان كده ده مثال بسيط، ده مثال من اللي انا حكيته لكم، وده اللي ادى ان سوق وجوميا قال لك الاوردرات اللي بالجمله والاوردرات اللي احنا بنجيبها عشان نشتري عشان الناس تتاجر فيها، اوكي، ممنوعه، مش هينزل لك كاش باك. انا هعلمكم طريقه تانية بس في اخر المحاضره، اوكي. اللي حابب يعمل حاجه زي كده بذكاء هقولها لكم ازاي، برضو مصلحة لي ومصلحة لكل الناس ومصلحة للشركة، كل الناس مستفيدة، بس بنعمل حاجة بطريقة ذكية. اوكي، طيب any purchase، خلي بالكم شوفوا من دي، any purchase is suspected to be involved in vendor or reseller participate will automatically be rejected. لان في ناس موردين لسوق كان بيروح يشتري حاجته، اوكي، كان بيروح يشتري حاجته من سوق، اوكي، يبيع لسوق، هو بيشتري بيبيع بيورد الموبايلات لسوق
ويروح يشتري حاجته وياخد الكاش باك ويرجع يبيع الموبايلات تاني. اوكي؟ فده مرفوض. هبه بتقول طب ما ممكن الناس تتحايل على الموقف وتشتري كل يومين اوردر. اه ممكن، بس خلي بالك مع ان النهارده جاي اقول لكم ايه الطريقه الذكيه. ايه الطريقه الذكيه؟ انا لو هشتري كل يومين اوردر بس كل يوم هشتري موبايل 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 على اخر الشهر اشتريت 10 موبايلات، لا هيبقى في شك في الموضوع. ليه؟ لان انا من اكاونت واحد اشتري كل يومين اوردر. اه لو كل يوم بشتري بقاله، بشتري حاجات البيت، النهارده اشتريت صابون وزيت وسكر، بعد بكره اشتريت مكرونه وسمنه، اه عادي. اشتريت موبايل بعد 3 4 ايام، اشتريت لابتوب، اه عادي، كله في استخدام شخصي. لكن اشتريت موبايل النهارده، بعد يومين اشتريت موبايل، بعد يومين اشتريت موبايل، بعد يومين اشتريت موبايل، جيت اخر الشهر اشتريت 6 7 موبايل، لا انت كده في حاجه عندك مش مظبوط. وهحكي لكم موقف كمان حصل مع واحد من فريقنا داخل جديد متسوق في اي بي. هو مسوق بس طبعا المسوق هو معاه عضويات في اي بي، فعايز يستفيد منها وعايز يشتري حاجته. واحد من الشباب هو عملها بحسن نية لأنه لسه داخل جديد، بس طبعا على طول عمل ألارم في دوبلي هناك ومع سوق. واحد بيخش يوميا على موقع سوق 20 مرة من دوبلي على طول. السوق عمل ريبورت لدوبلي الأكاونت ده بيخش يوميا 20 مرة. إزاي؟ طبعا دوبلي بعتت للشخص ده وللشخص اللي هو الأبلاين بتاعه، قالوا لنا بيسألوهم يا جماعة الشخص ده وضعه إيه؟ هل الشخص ده أمان؟ هل ده تاجر؟ هل ده بيشتري ويبيع؟ لأن سوق عمل ريبورت إنه بيخش يوميا 20 مرة على موقع سوق من خلال دوبلي. فطبعا الناس اتواصلوا معايا اللي هم هو الناس معانا، قالوا لي حصل معانا الموقف ده نعمل إيه؟ قلت لهم يا جماعة هو ليه؟ هو أولا هو ما بيتاجرش، هو فرحان إنه بيخش يدور. كل واحد بقى من أصحابه بيسأله طب شوف لي هيرجع لي كاش باك كام، طب أنا لو اشتري كده، هو داخل فرحان إنه هيوفر من مشترياته. فداخل عمال كل شوية كل ربع ساعة بيخش على من دوبلي ودوبلي على سوق وأشوف هنا وأحسب الكاش باك. كل ده أدى لإيه؟ إن سوق يبقى عنده ألارم تن 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 تن، الشخص ده بيخش على طول، معنى كده انه بيقارن اسعاره وبيشوف وبيجمع اوردرات عشان ده بيتاجر. فطبعا فهمنا الشخص، قلنا له حبيبي ما فيش اي مشكله، عايز تخش على سوق ان شاء الله تخش 100 مره بس من بره دوبلي. هو كده بالنسبه له ما فيش مشكله، انت بتخش من بره دوبلي ما عندوش اي مشكله، خش وشوف الحاجات اللي انت عايزها وكل حاجه وخزنها، ولما تحب تعمل الاوردر بتخش من دوبلي على الاوردر على سوق تعمل الاوردر على طول. ان شاء الله لو دخلت في اليوم مليون مره بس ادخل من بره دوبلي. اوكي، لان سوق في دوبلي هو هو سوق بره دوبلي، هو هو موقع سوق مفيش اختلاف. اه انت عايز تحسب الكاش باك، ابقى فاتح صفحه سوق كده وافتح براوزر تاني. انا مثلا شايفين ان قدامي اتنين براوزر، ده الفايرفوكس بتاعي والجوجل كروم. افتح صفحه دوبلي على الفايرفوكس اوكي، وافتح جوجل كروم، افتح فيه سوق، وافتح صفحة دوبلي هنا اللي احنا جايبينها اوكي، الصفحة دي اللي فيها النسب وخليها كده، وبعد كده روح على جوجل كروم افتح سوق دوت كوم مباشر وعيش حياتك فيه. دور 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 اعمل، وفي الاخر وفي الاخر انك تشوف الموقع تعمل ايه. اه الدخول كتير من غير شراء بيعمل مشكلة، اذا كان دخول مبالغ فيه هالة. لا كان بيدخل من غير ما يعمل اوردر، هو بيدخل من غير ما يعمل اي اوردرات 20 مره في اليوم، داخل طالع داخل طالع داخل طالع. ما ده ادى الارم في تراكنج سيستم. بصوا يا جماعه هوريكم الحركه تاني بتتعمل ازاي. انا اهو ادي ما انا قفلت كل حاجه، ادي صفحه سوق دوت كوم، اذهب الى المتجر، بصوا كده اتفتح ويندو جديده بيحصل هنا في تراكنج اوكي. وايه اول ما برجع على صفحه دوبلي بيقول لي ايه؟ جاري تتبع استرداداتك النقديه.
مجرد ما انا دخلت على سوق خلاص هو اتسجل عنده، اتسجل عند دوبلي ان انا دخلت، واتسجل عند سوق ان انا جاي لك من عند دوبلي، عشان دوبلي عشان سوق تتابع، عشان سوق تتابع عمليه التراكنج. حلو، انت عايزه تدخلي كتير تتفرجي مفيش مشكله، خشي واتفرجي اوكي. لو دخلتي لك مرتين ثلاثه في اليوم مفيش مشكله، بس هو كان دخوله مبالغ فيه، انه كان بيدخل 20 مره في اليوم من غير ما يشتري. لكن انا بدخل طب انا مثلا موقع جروبون، موقع جروبون بزوره مرتين ثلاثه في اليوم مفيش اي مشكله خالص اوكي. شرف دي جي بشوفه برضو ممكن مرتين في اليوم مفيش مشكله خالص اوكي. لكن الفكره بقى ان انا بدخل على سوق 20 مره في اليوم من غير ما اشتري، لا في حاجه غلط. وخصوصا وخصوصا سوق جوميا، لان هي حصلت معاهم الموضوع قبل كده. الناس بقول لكم واحد شاري 28 كل حاجه، 28 في 4، فطبعا يعني هم سوق جوميا يعني كان اتخرب بيتهم في العمولات اللي دفعوها. فخلي بالكم يا جماعه من النقطه دي اوكي. طيب في شويه اسئله في النقطه دي هنجاوب عليها واحنا شغالين. طيب عندي ايه اوكي. طيب استاذ اخونا ثابت عادل، اهلا وسهلا، يعطيك الصحه حبيبي اخونا ثابت عادل، سيلز دايركتور ثابت عادل من الجزائر، اهلا وسهلا بيك. هل ينفع اشتري كتير بشكل يومي ولكن مشتريات متنوعه؟ استاذ وائل، ما دام مشتريات اشتري بس مش بالجمله. يعني مثلا استاذ وائل انت رايح تشتري، هتشتري كل يوم حاجه مفيش مشكله اشتري، بس ما تعملش يعني ما تروحش تشتري. لو انت هتشتري مثلا بقاله البيت، ما ينفعش تروح تشتري 10 كياس رز الكيس 5 كيلو، لا. يعني نوع الاوردر، النهارده اعمل 3 كياس، بعد يومين اعمل 3 كياس، حتى لو انت بتجمع اوردراتك انت واسرتك. اشتري كتير بس ممكن مش بكميات كتير. يعني مثلا هشتري سكر ورز وزيت ومكرونه وكده، حاجات استخدامي او استخدامي انا واخويا. لكن انا معايا انا واخويا واختي ووالدتي، هيعمل كميه كبيره، فده ممكن يبقى مصدر شك. لو انا هشتري 3 كياس رز مفيش مشكله، لكن لما اشتري 10 كياس رز لا كده في مشكله، لان انا عندي بقاله ببيع في البيت. خلي بالكم من النقط دي، النقط دي هي اللي بتفرق كتير اوكي. طيب استاذ وائل كمان بيسال سؤال مهم جدا، مهم جدا نركز بالنا عليه. بيقول ايه؟ في مده معينه عشان ادخل اتصفح وبعدين اشتري، يعني ممكن الموقع يقفل لوحده بعد مده قد ايه؟ فعلا معلومه مهمه جدا، ايوه بيحصل، وفي ناس فقدت الكاش باك بتاعها بالسبب ده اوكي. اخويا ثابت متحمل الويبينار ان شاء الله، هحمله بعد ما اخلصه هرفعه على قناه اليوتيوب. الويبينار مسجل وان شاء الله في النهايه هبعتلكم القناه تقدروا تلاقوه عليها في نهايه الويبينار باذن الله. شكرا لله اخي ثابت، ربنا يكرمك ويبارك فيك. السؤال بتاع استاذ وائل ده مهم جدا جدا اوكي. ايه بقى السؤال؟ انا النهارده دخلت على موقع سوق، وعشان كده تفتكروا كلامي اللي قلت لكم، خش من الابليكيشن وتصفح براحتك وعبي الكارت في يوم في يومين في ثلاثه، بس لما تيجي تعمل عمليه الشراء تروح على طول من دوبلي على سوق، من سوق على حسابك تفتحه الكارت شغال، الكارد متعبيه، تعمل الاوردر دقيقتين ثلاثه. لان وانت شغال على سوق وسارح، دخلت من دوبلي وشغال على سوق وتدور هنا وتعمل وروح، الموقع تلقائيا بيقفل بعد حوالي ما يقرب من ربع ساعه. يعني بصراحه هي ما بين ربع لنص ساعه، ما اعتقدش انها بتوصل نص ساعه، بس عشان نكون في الامان. تلقائيا الموقع تلاقيه عمل ساين اوت تقريبا بعد ربع ساعه. شباب بعد اذنكم، الصوت كويس؟ اختنا ايناس بتقول الصوت بيقطع.
الصوت كويس يا شباب؟ ممكن نشيك على الصوت بعد إذن حضراتكم، نبعت رقم واحد. أوكي رشا، الصوت جميل، الصوت تمام، حلو جدا. واحد واحد. أوكي أختي إيناس، اقعدي في مكان بعد إذنك فيه شبكة، واقفلي أي أبليكيشن أنت مشغلاه. أوكي حلو جدا. أوكي صوت ممتاز، كل حاجة ممتازة، تمام، جميل جدا، جميل جدا. أخويا وائل ربنا يكرمك، أحلى جماعة، أحلى ناس من السويس. سويسية 100 100 زي الفل. أوكي طيب، سؤال بقى أخونا وائل تاني نرجع له. شايفين أنا لما دخلت على سوق بعد ما حط رحت أهو، نروح تاني نشوف الخطوات دي بالتفصيل. دخلت على دوبلي، أوكي، اذهب إلى المتجر، اتفتحت لي الشاشة بتاعت سوق. اوكي المفروض بقى ان الشاشه بتاع اهو، وادي سوق السعوديه. لا خلينا نروح على سوق مصر، ايجيبت، سيف اند كونتينيو. جميل جدا. ممكن انسى نفسي النهارده، انا داخل لقيت عروض موبايل، والله ده في بقاله، ده انا عايز اشتري حاجات من البيت، ده ما اعرفش ايه، سرحت، ده قعدت لي ساعه وعبيت الكارت بتاعي وعملت الاوردر وخلصت، ارجع بقى على موقع دوبيا الاقي نفسي معمول لي ساين اوت، لاني طولت جوه، طولت جدا جدا جوه. اوكي اهلا استاذ احمد، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ان شاء الله اجاوبكم على كل اسئلتكم واحد واحد، هنخلص كل حاجه باذن الله. اوكي هبعت لكم اللينك باذن الله يا جماعه، حاضر، من عينيا الاثنين، في النهايه هبعت لكم اللينك بتاع المحاضره باذن الله. اوكي جميل جدا، جميل جدا. طيب فانا دخلت جوه وسرحت مع سوق ونسيت نفسي، جيت في الاخر بعد ما عملت عمليه الشراء ورجعت على موقع الدوبلي لقيت معمول ساين اوت، كده انا فقدت الكاش باك بتاعي. عشان كده لو انا حابب ان انا مش متاكد من الحاجه اللي هشتريها، اخش على سوق من بره، حلو، وادور وادخل واطلع، مفيش اي حاجه، المهم ما ادخلش من خلال دوبلي، ادخل يا اما من الابلكيشن على الموبايل او من اللابتوب بتاعي، واقعد يومين ثلاثه مفيش مشكله واعبي الكارت بتاعي وكل حاجه، ووقت ما اخش اعمل الاوردر بخش مباشره على الاوردر، على سوق، على دوبلي، على دوبلي، على سوق، على الحساب، عملت الاوردر في خلال دقيقه دقيقتين كانت العمليه خلصت تقريبا. يا جماعه الموقع عشان ما اكونش بس متاكد، يعني ما اكونش اي معلومه غلط، من ربع ساعه لنص ساعه بالكتير، بالكتير. عشان كده انا واحد من الناس، خلي بالكم، كل ما بلاقي نفسي طولت قبل ما بعمل عمليه الشراء بطلع وبروح على دوبلي وبعمل ريفريش وارجع تاني. لا لو انا سرحت، لو مثلا انا بدور على حاجه عايز اشتريها وجالي تليفون وجالي حد بيكلمني وخدت لي مثلا 10 دقائق ربع ساعه، لا انا كده ممكن اكون، لا اقفل ارجع من جديد، وكتير بتحصل معايا اروح قافل سوق واطلع على دوبلي والاقي نفسي عملت ساين اوت. فخلي بالنا من النقطه دي، عايزين نقارن اسعار، عايزين نشوف الحاجات ايه، بخش ادور، بعبي الكارت بتاعي، بعبي العربيه، باخد لي ساعه ساعتين اليوم كله مفيش مشكله، بدخل بره دوبلي بخلص كل حاجه من بره دوبلي، وبعد كده بدخل على الاكونت بتاعي من جوه دوبلي بعمل الاوردر. جميل كده، واضحه يا جماعه النقطه دي؟ النقطة دي مهمة جدا، وناس كتيرة جدا ضاع منهم كاش باك عشان موضوع الابليكيشن، وعشان موضوع الاكونت ده ان هو بيقعد مدة طويلة، وعشان الشراء بالجملة. مهم جدا 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 الحاجات اللي انا بقولها، لان الناس بتيجي تقول ما رجعليش كاش باك، انتوا ضحكتوا علينا. لا ما احنا النهارده بقى احنا بنعمل التدريبات دي ليه؟ عشان نتعلم يعني ايه بيرجع لي كاش باك امتى، وبيرجع لي كاش باك ازاي، وايه الحاجات اللي بتخليني كاش باك ترجع لي مظبوط. خلي بالكم في الاول ممكن يكون الموضوع صعب شويه، هو مش صعب، هي بدل ما هي تكتين ثلاث تكات ثلاث دقات، بدل ما بروح على جوجل من جوجل على سوق بعمل اوردر، بروح على دوبلي على جوجل من جوجل على دوبلي، اوكي، او بروح على دوبلي دوبلي على سوق بعمل اوردر، زادت نقطة في النص اللي هي من جوجل لدوبلي،
من دبل السوق، فهي راحت بس كبكة زيادة. فالموضوع على فكرة مش صعب، لكن احنا الناس خدت على استسهال الابليكيشن. في ناس بتنسى زي ما قلت لكم، ناس بتنسى يقول ايه، انا النهاردة انا دبل، انا سوق عارفني، انا متسوق في اي بي. ايوه انت متسوق في اي بي هنا جوه الموقع ده، جوه موقع دوبلي انت في اي بي، بره دوبلي انت مش محدش يعرفك انك في اي بي. احنا بنحبك وانت في اي بي معانا وعلى عيننا وعلى راسنا، لكن جوه، لكن بره دوبلي محدش يعرفك انك في اي بي. فعشان تاخد البرستيج بتاعك وتاخد مميزاتك لازم انك تعمل اللي احنا قلنا عليه وتكون جوه دوبلي. فيبقى حاجات الكاش باك، غلطات الكاش باك الشائعه، الشراء بالجمله رقم واحد، الشراء بالجمله رقم واحد، الشراء بالجمله ممنوعه يا جماعه، الشراء بالجمله من اكاونت واحد في فتره زمنيه قليله. ما تخشوش كتير كل يوم رايح جاي على الموقع بتاع دبلي، اوكي؟ ما تشتريش بالجمله مره واحده، وهقول لكم طريقه، اوكي؟ تمام. دي الحاجات دي. ما تخشش من الموبايل ابليكيشن بتاع الموقع، ما تقعدش وقت كتير على الموقع، ما تخشش من الموقع مباشره من غير ما تخش على دبلي عشان تضمن انه بيرجع لك الكاش باك. تمام، واضحه الامور كده يا جماعه؟ الدنيا واضحه معاكم وفاهمين الدنيا ماشيه ازاي لحد دلوقتي؟ خلينا بس ايه، لو في اي اسئله في النقطه دي اجاوب لحضراتكم عليها. اوكي، في عندي، هل الاسعار في سوق من خلال دوبلي هي الاسعار في سوق العادي؟ استاذ هاني حضرتك تقدر تقارن، شوفوا احنا بنعمل ايه. انا ممكن السؤال ده، وسؤال جميل جدا، لو انا بدخل على موقع تاني غير سوق، شايفين، نفتح تاني ادي دوبلي، اوكي. طب احنا ما تخلينا نعمل حاجه كويسه، اوكي؟ انا قفلت جوجل كروم، اوكي، ادي دوبلي اهو، حلو. اذهب الى المتجر، اوكي، هيفتح لي ايه، سوق دوت كوم. ادي سوق دوت كوم، جميل. هخليه مصر، سعودي عربي، هخليه ايجيبت. سيف اند كونتينيو. حلو كده، انا داخل من دوبلي على سوق، حلو الكلام. ونختار ايه؟ نختار الايبودز اللي احنا شفناها من شويه. سعرها كام بالمصري؟ اول واحده 599 جنيه، تمام، سوني وايرلس هيدفون، تمام كده. حلو، نقفل ده، هفتح الجوجل كروم وهكتب سوق ايجيبت، تو ايجيبت ويب سايت. ما بخشش على كلمه اد ده، لان يعني ده بيبقى اعلان. سوق دوت كوم ايجيبت، اوكي، اهو دخلنا على سوق دوت كوم. حلو، شوب اول كاتيجوريز، نروح الصفحه الرئيسيه نشوفها. حلو جدا، موبايل مانيا، اوكي، الحاجات اللي احنا حلو تمام. ادي سوق دوت كوم، مفيش دوبلي، مفيش اي حاجه، على جوجل كروم. هخش على الوايرلس، سوني وايرلس هيدسيت 599 جنيه. يبقى ادي على جوجل كروم على سوني تبع دوبلي 599 جنيه. هو يا جماعه، انا كنت بعمل كده على فكره، اول ما دخلت دوبلي كنت بطلع من هنا واقارن. طب هي فين التركه، فين النصبايا؟ انا ما فيش، انا بشتري من سوق، ده دوبلي، وده الحلو وده الجميل في دوبلي، ان انا بشتري من الحاجه اللي انا متعود اشتري منها. هو سوق بس باخد منه كاش باك. فوضحت قدامكم الدنيا اهي، ادي موقع سوق بره من براوزر تاني خالص، نفس الاسعار هي، فهو نفس السعر. فعشان كده لازم ان احنا ناخد بالنا عشان يرجع لنا الكاش باك. جميل، حلو جدا. استاذ وائل، محتاجين محاضره في الفنادق والطيران، هنعمل محاضره. احنا عندنا كل يوم ويوم لا،
اوكي بيكون في عندنا تدريب. اوكي تمام. فاحنا ان شاء الله في التدريبات هنعمل الحاجات دي كلها على طول. اوكي طيب استاذ احمد، حضرتك اسئلتك ما شاء الله كتيره وكده، هستاذن حضرتك اتواصل معايا، لان احنا عشان اسئلتك الثلاث اربع اسئله بتاعتك دول عايزين لنا حوالي بتاع ثلاث ساعات. اوكي هقولها لك كل حاجه، بستاذن حضرتك. انا هبعت لكم لينك القناه بتاعتي بعد المحاضره، هتلاقوا على اللينك بتاع القناه بتاعتي رقم تليفوني، اتواصل معايا على الواتساب هجاوب لك على اسئلتك دي، لان هي دي محتاجه شرح كتير جدا، لان فيها حاجات كتيره مش تبع الشوبينج، فعشان ما نضيعش وقت بس في الشوبينج. لا بالعكس، لا اسف ولا حاجه، انا عايز اجاوبك بس اسئلتك دي هتاخد مننا على الاقل بتاع ساعتين ثلاثه. اوكي ومش متعلقه بالشوبينج، متعلقه بحاجات تانية كتير، فعشان النهارده بس تدريب فني للشوبينج. اوكي انا هجاوبك على الحاجات، تواصل معايا على الواتساب هجاوبك على كل حاجه ان شاء الله. تمام، وانا تحت امرك في اي حاجه. اوكي محاضرة امبارح يا جماعة هتلاقوها على قناة اليوتيوب. بصوا يا جماعة ادي قناة اليوتيوب هبعتها لكم دلوقتي ليكم كلكم، باسم مراتي سيلز دايركتور نهاد عوني. المحاضرة وصلت عندكم دلوقتي، اللينك اسمها نهاد عوني، هتلاقوا عليها التدريبات بتاعتي، هتلاقي محاضراتي، هتلاقي كل حاجة هتلاقوها على القناة دي. اوكي وهتلاقوا فيها ارقام تليفوناتي، اللي حابب يتواصل معايا يسألني، انا تحت امر حضراتكم في اي حاجة. هنعمل محاضرة على السياحة وهنعمل محاضرة على كل حاجة، كل يوم هنعمل حاجة، كل يوم هنعمل حاجة. احنا بس يهمني يا جماعة ان انا اعرفكم الحاجات اللي معظم الناس بتقع فيها، عشان تكونوا مطمنين وبتاخدوا الكاش باك بتاعكم، وما تقولوش ان مفيش كاش باك بينزل. معظم الغلطات بتكون من عندنا احنا، احنا اللي بنستخدم الموقع غلط، فلازم نكون فاهمين احنا بنستخدم الموقع ازاي، وايه الشروط اللي احنا عشان يرجع لنا كاش باك مظبوط. اوكي لان الكاش باك اللي دوبلي بتدي لعملائها ملايين ملايين، بكلمكم ملايين. انا واحد من الناس، انتوا شفتوني ادي كاش باك في السنه مثلا 400-500 دولار، يعني كاش باك اللي بيدفع للناس اللي هي متسوقين في دوبلي، اللي احنا بنتكلم على حوالي ما يقرب من 50 مليون شخص، لو كل واحد ادفع له في الشهر كاش باك دولار، انت بتتكلم على 50 مليون دولار. اوكي تخيلوا حجم الشغل قد ايه يعني. فاحنا عشان يبقى نضمن ان كل واحد بيرجع له الكاش باك بتاعه مظبوط. تمام، النهارده بس دي اول محاضره، احنا بنسخن اول تدريب، التدريب الجاي هنفتح وهنتكلم في حاجات كتيره. لازم الناس تعرف اساس شغلنا واساسيات رجوع الكاش باك، عشان نكون فاهمين الدنيا ماشيه. اوكي يا شباب تمام، لو في اي اسئله استاذ احمد اوكي هنجاوبه على اسئلته. استاذ وائل بيسال هل نون دوت كوم تعود معانا تاني؟ اكيد باذن الله. نون دوت كوم يا جماعه دخل معانا عشان تعرفوا برضو ليه مواقع بتدخل وبتطلع. دوبلي حريصه كل الحرص على ان مفيش اي حاجه بتاثر على موضوع رجوع الكاش باك للناس. نون دوت كوم لما دخل، ناس عملت مشتريات من نون دوت كوم، نون دوت كوم عندهم كان خلل فني في تتبع الكاش باك، الناس عملت مشتريات ما رجعلهاش كاش باك، فدوبلي قالت لنون مع السلامه، اطلعوا ظبطوا التراكنج سيستم بتاعكم وارجعوا تاني. بس ده هو الفكره، لكن كله هيرجع باذن الله، يعني نون هترجع. احنا عندنا كان حصل فتره ان جوميا كان فيها مشكله في تتبع الكاش باك وطلعت ورجعت، كان في اخر شهر 12، قعدت حوالي ما يقرب من اسبوعين، كان عندهم مشكله فنيه في السيرفرات بتاعتهم واللينك معاهم مع دوبلي، فدوبلي طلعتهم مؤقتا عشان ما حدش يشتري وما يرجعلوش كاش باك. عشان كده بقول لكم دوبلي حريصه ان هي كل واحد يحصل على الكاش باك بتاعه، وما حدش يقول انا اشتريته وما بيرجعليش كاش باك. اوكي طب الموقع اللي بيكون فيه مشكله في تتبع الكاش باك، دوبلي بتنبهه مره خلي بالك ما بيحصلش تراك، الناس بتشتكي و صلح الموضوع. اوكي ما صلحش الموضوع، لا بيتعمل له ديسيبل، تعليق مؤقت بيطلع بره الموقع. ظبط امورك، ظبط التراكنج سيستم بتاعك، وقت ما ترجع اهلا وسهلا احنا موجودين، عشان اهم حاجه عملاء المتسوقين يحصلوا على الكاش باك بتاعهم. اوكي واضحه النقطه دي.
اوكي تمام. طيب يبقى احنا كده النهارده عشان ايه، بيبقى برضو عشان ايه ما نطولش عليكم في التدريب، احنا خدنا اساسيات الكاش باك، شرحنا على موقع سوق دوت كوم، عرفنا الاخطاء الشائعه اللي احنا لازم نتفاداها عشان الكاش باك بتاعنا يرجع لنا، وعرفنا احنا في دوبلي بنشتري من فين. احنا في دوبلي بنشتري من المحلات، ما بشتريش حاجه من دوبلي. المحلات اللي انا طول عمري بشتري منها سوق وجوميا وبوكينج دوت كوم وطيران الامارات وطيران الاتحاد وشرف دي جي والحاجات دي كلها اتش ان ام، انا بروح على الموقع. لو رحنا فرجناكم على جوميا، احنا عرفنا دلوقتي احنا بقينا محترفين. الاستثناءات شفنا النسب، شفنا الاستثناءات اهو تمام، هوريكم استثناء حلو هم كاتبينه. اوكي برضو ده نفس الكلام اللي احنا قلناه، شايفين purchases must be for personal use only، عشان موضوع الناس اللي كانت فتحاها على البحري من اكاونت واحد بيشتري ارقام، بيشتري كميات رهيبة، وده طبعا ما ينفعش. اوكي تقريبا نفس الشروط والاستثناءات، هي بتاعت سوق هي بتاعت جمله. طب انا لو دوست وادي النسب هي يا جماعه تمام، قبل ما بشتري بكون عارف انا بيرجع لي ايه. اوكي لو انا رحت اذهب الى المتجر بيفتح لي صفحه تانية اهو فوق تمام، checking the browser، اهلا بك جمله، دخلنا على جمله. طبعا ديتول وكورونا والحاجات دي كلها، اوكي اشتري اللي انت عايزه، عندك تخفيضات، عندك حق تمام كل حاجه، وفي المبلغ النهائي شايفين ما شاء الله ديتول، الناس كلها شغاله، مطهرات والحاجات دي كلها، بتاخد كاش باك. عرفنا ده الاساس بتاع البيزنس بتاعنا. اوكي تمام يا جماعه، ده اللي احنا النهارده بنتكلم فيه، اللي هو موضوع الكاش باك. استاذ احمد حاضر تمام، عندك دلوقتي. اوكي فاحنا دلوقتي عرفنا القصه بتاعتنا ايه، بنحصل على الكاش باك ازاي، بنشوف ادي الكاش باك، لوحه التحكم بتاعتي، الكاش باك بتاعي بيظهر هنا، والمره الجايه هنشرح بالتفصيل، لان في محاضره بعد يمكن حوالي على الويبينار بعد حوالي ربع ساعه، فالنهارده لازم اسيب بس الموضوع. اوكي ان احنا عشان في محاضره جايه، وادي كشف الحساب، وادي بيظهر الكاش باك هنا. المره الجايه هنعمل عمليه شراء رسمي قدام الناس ونشرح التفاصيل دي. الفكره بتاعتنا احنا النهارده عندنا باختصار اكبر شوبينج مول الكتروني في العالم، معاه اكتر من 16,000 ماركه وموقع عالمي، بروح اشتري الحاجه اللي انا عايزها من المكان اللي انا متعود اشتري منه، سوق جوميا شرف دي جي جروب والحاجات دي كلها، وبخش على بروح بشتري من نفس الموقع، هي نفس الاسعار، بدفع نفس السعر اللي قدامي، بس بيرجع لي كاش باك في الاكاونت بتاعي بتاع دوبلي، والاكاونت بتاعي باخد بيه كاش باك، باخده فلوس وبس. لان في ناس هتيجي تسالني باخد الكاش باك بتاعي ازاي، الكاش باك بتاعي اوكي الكاش باك بتاعي ربنا يكرمك اخي ثابت، الله يكرمك ويبارك فيك. اوكي الكاش باك بتاعي بحوله من هنا على، اختار طريقه الدفع، بحوله على الباي بال، ومن الباي بال بحوله على الكارت بتاعي الديبت كارد او الكريدت كارد. يعني الكاش باك الفلوس دي باخدها فلوس حقيقيه في جيبي، لا اميال لا نقط لا فوتشرات، فلوس كده كانت رايحه مني، لان انا بشتري ما بيرجعليش حاجه، بس عشان ادخل موقع دوبلي وفرت من مشتريات. حلو الكلام ده، كلام جميل جدا تمام. ان شاء الله بعد بكره هيكون عندنا تدريب فني، بكره عندنا محاضره لشرح البيزنس، فكره العمل وفكره المشروع بتاعنا الكبيره تمام، هتكون في نفس الوقت باذن الله. ويوم الاربعاء باذن الله هيكون عندنا تدريب فني تاني، فطبعا هنكمل اللي احنا قلناه النهارده، لان النهارده ادينا كده فكره عامه، بنعمل تجهيز ليه هنخش في التقيل بعد كده. كل مره هنشتغل عشان الناس تبقى عندها معلومات كبيره جدا،
واحنا معاكم على طول باذن الله. اوكي، ربنا يكرمك اخي ثابت وكل الناس، ربنا يبارك فيكم جميعا. انا بشكركم جدا جدا على حسن وجودكم معايا وعلى استماعكم. يا جماعه انا تحت امر حضراتكم في اي حاجه، رقمي هيكون موجود على المحاضره على اليوتيوب، اللي عايز يتواصل معايا على الواتساب في اي سؤال اي استفسار انا تحت امركم جميعا. واحنا لازم نكون برودكت اوف ذا برودكت، لازم نستخدم الموقع ويرجع لنا كاش باك ونوفر من مشترياتنا ونوري الناس اهميه التوفير، وخصوصا ان الناس كلها قاعده في بيتها دلوقتي مش قادره تنزل عشان موضوع الكورونا، فنخلي الناس تشتري وكمان بارخص وتوفر. يعني قاعد في بيتك محافظ على نفسك، مفيش داعي انك تروح لاي مول ولا اي حاجه، بتشتري الحاجه بارخص بكمان بتوفر. تمام يا جماعه، بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله كل خير. اتشرفت بوجودكم جميعا عندي وتحت امركم في اي سؤال واي استفسار. اشوفكم دايما يا رب على القمه، وكان معاكم اخوكم محمد كمال من دوله الامارات العربيه المتحده. تصبحوا على خير، خلي بالكم من نفسكم، اقعدوا في بيوتكم، اقعدوا في بيوتكم، اقعدوا في بيوتكم، ما تخرجوش لو سمحتوا، حافظوا على نفسكم، انتوا غاليين عندنا جدا جدا وغاليين عند عائلاتكم جدا جدا. والحلو بتاعنا ان احنا بنشتغل اونلاين، شغلنا اونلاين، بنوري الناس تشتغل اونلاين واحنا قاعدين في بيوتنا بنستمتع وبنوفر فلوس وبنكسب فلوس كمان. اوكي، خلي بالكم من نفسكم، ربنا يحافظ عليكم جميعا. ألف شكر يا جماعة، نشوفكم على خير دايما بإذن الله.